السلام عليكم. في هذا الفيديو سنتعلم كيفية السورت أو الفرز. سوف نقوم بفرز هذا الحقل التصاعدي أو تنازلي أو العلامات من الأعلى إلى أسفل، من الأكبر إلى الأصغر. سوف نضغط على الحقل التي نريد الفرز. سوف نضغط على أي خلية في الجدول، ومخصوصا الحقل الذي نريد إعادة فرزه ضمن الجدول. نضغط على الخلية ثم نضغط فرز وتصفية. فرز من الألف لياء، فرز من الياء لألف، من الأخير للأول، أو بالضغط على زر يمين فرز من ألف لياء، تم الفرز. نضغط هنا فرز من الأكبر إلى الأصغر. تمام. هكذا نكون قد قمنا بفرز هذا الجدول. لكن قد نريد مثلا فرز مخصص، أي نريد الأحرف الأبجدية، وضمن هذه الأحرف الأبجدية العلامات من أعلى إلى أسفل. نضغط إلى زر يمين فرز مخصص. نقوم أول شيء بفرز الاسم من الألف للياء من الأول للآخر، ثم مستوى آخر سوف يكون عبارة عن درجة، سوف يكون من الأكبر للأصغر. قمنا بفرز مخصص، نضغط على موافق. قام بفرز الأمين أحمد. قمنا بفرز العلامات: لغة 90، 88 علوم، فيزياء، أنمار أحمد. قمنا بفرز العلامات والأسماء تصاعديا ومن الأكبر للأصغر. Thank you.